السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو القناة ديالنا سولو اس في تي. مرحبا بكم في الكونسيبت ديال الكلي وبين لي كونسيبت كلي دو لا ديداكتيك، يعني المفاهيم الرئيسية أو المفاهيم المفتاح ديال الديداكتيك. الله يخليكم، هذا الفيديو الثالث، حنا دابا غادي نطورو. ضروري خصك تكون شفتي الفيديو ديال مفهوم الديداكتيك والفيديو ديال الديداكتيك والبيداغوجي. علاش؟ لان شرحنا شي مصطلحات، شرحنا شي مفاهيم في جوج الفيديو. الا جينا لهذا الفيديو هذا راه غنلقاو مفاهيم اخرى حتى هي غادي نحاولوا نشرحوها، ولكن باش تزيد تفهم اكثر لابد خصك تكون شفتي الفيديو الاول والثاني، وهذا هو الفيديو الثالث. الو، هنا غادي نهضروا على لي دومين دانفيستيغاسيون دو لا ديداكتيك. شنو هما المجالات اللي كيبحث فيهم الديداكتيك؟ المجالات اللي كيبحث فيهم الديداكتيك كاينين ثلاثه المجالات. غادي نتحاولوا نتعرفوا على كل واحد ونعطيو امثله ديال كل واحد، عاد من بعد نزيدوا نتعمقوا في النقاش. فابقوا معنا، تبعوا الفيديو حتى الاخر، ما تنساوش تخليو لنا جيم كومونتير وتبارطاجيو كونتوني مع اصحابكم. اذا نبداو على بركه الله. شنو هما لي دومين دانفيستيغاسيون دو لا ديداكتيك؟ يعني شنو هما المجالات اللي كيبحث فيهم الديداكتيك؟ الو، اولا se caractérise par un rôle, par le rôle central ou bien le contrôle. Donc se caractérise par le rôle central du contenu disciplinaire et par sa dimension épistémologique. Bien maintenant, il y a cette didactique qui est sur le contrôle central. مثلاً في المغرب عندنا واحد يعني على مستوى وزارة التربية الوطنية كاين هيئات مختصة بالبحث في هذا المجال، واللي كتصايب لنا المناهج اللي كاينه، صايبوا المناهج ديال كل مادة، دونك يكون فيها أساتذة اختصاصيين إلى آخره. لو رول سنترال دو كونتوني، مفهوم؟ دونك مثلا أي محتوى، أي درس عنده واحد الهدف، كيعطينا واحد لوبجيكتيف، غيوصلنا لواحد المهارة ولا واحد الهدف معرفي ولا هدف مهاراتي ولا هدف يعني كومون ديريش هدف وجداني. الو، سو كاركتيريز باغ لو رول سونترال، اذا الدور المركزي ديال المحتوى ديسيبلينيغ. راه الدرس في الاس في تي والدرس في الفيزيك كل واحد فيهم عنده هدف. في التربية الإسلامية كذلك درس عنده هدف، كل درس عنده هدف أو له هدفين أو إلى آخره. دونك هنا اي باغ سا ديمونسيون ايبيستيمولوجيك، يعني هذاك الدرس غيخلي واحد لا ديمونسيون، غيخلي واحد الأثر عند المتعلم، درس آخر غيخلي أثر، درس آخر غيخلي أثر، وبالتالي في الأخير غيتبناو عند المتعلم واحد المجموعة من الأفكار اللي جات ممنهجة بواحد الطريقة منهجية، ماشي غير جينا عبثا وكنختاروا الدروس. يقدر الأستاذ في القسم ديالو كيقري واحد الدرس ولكن ما عارف شنو هو لوبجيكتيف، ولكن عند المتعلم راه كيوقعوا في الدماغ ديالو بزاف د الحوايج خلال هذاك الدرس، وملي غيتعرف على درس اخر وحتى الدروس اللي كنعرفها قبل. وبالتالي هنايا دونك اون بارل اون ديكو لا ديداكتيك سو كاركتيريز، يعني لي بول دو ريشيرش، البول الاول، الدرس الاول هو انه ديداكتيك، يعني المجال البحثي الاول ديال ديداكتيك هو انه ديداكتيك كيبحث فياش في الغول سونترال، في الدور المركزي ديال المحتوى، مفهوم؟ الدور المركزي ديال كل محتوى في واحد المادة معينة. مثلا درس الجهاز العصبي، مثلا درس الإبراز البولي عنده هدف، درس أو لا أهداف إلى آخره. إذا هنا بحال تقول الديداكتيك كيحدد، كيقول لنا أودي إلا بغيتي يولي يعرف هادي راه شنو خصو يقرا ولا إلى آخره. فباش نزيدو نفهمو أكثر، كاين كذلك دوطخ غول. كاين ديداكتيك ماشي كيدير غير هاد العملية ديال تحديد الأهداف من المحتويات، لا، ولكن يقوم كذلك بتحليل دونك أناليز لي ديفيكولتي دابخونتيساج شي لابخونو، يعني كيدرس لينا عملية أو لا تيدرس لنا التحليل، يعني تيدير لنا التحليل ديال الصعوبات التي تواجه المتعلمين، يعني صعوبات التعلم عند المتعلمين، مفهوم؟ صعوبات التعلم، ماشي غير كيحطوا البرامج والمناهج وكيرجعوا اللور، لا، كيحطوا البرامج والمناهج وكيتتبعوا العملية التعليمية التعلمية، كذا كيتتبعوا على بعد من خلال النتائج، مفهوم؟ فاش كنديروا شي امتحان ولا هذا، راه خاص تدار واحد مثلا في الامتحان الوطني أو الامتحانات الإشهادية بشكل عام، راه خاص تدار واحد استثمار النتائج التقويم.
شنو الأسئلة اللي جاوبوا عليها أغلبية التلامذ، شنو الأسئلة اللي ما جاوبوش عليها، باش نعرفوا الإشكالات في كينا. للأسف هاد الشيء في المغرب ما تيدارش، لو كان كيدار راه بزاف د الحوايج غادي نهي، وهاد الشيء تيخص يتشاركوا فيه الأساتذة، يتشاركوا فيه الأساتذة، لأن الأستاذ هو اللي تيباشر مع المتعلمين، خاصو يشترك في العملية التحليل. اش كيقولوا مثلا 45% ما جاوبوش على هذا السؤال، شكون اللي غيقدر يجاوبنا علاش هذا السؤال 45؟ مثلا لان المدرس اثناء العمليه التعليم فاش كيكون يكون هذاك لي فيدباك، كيكون هذاك التفاعل المتعلم داخل القسم، هو اللي تيعرف الاشكالات التي يتخبط فيها التلميذ والتي تحول دون بلوغه مستوى معرفي معين، يعني كتخليه ما يوصلش لواحد المستوى. فهذا هو الدور ديال الاستاذ الا بغينا نقولوا. اذا ديداكتي قلنا كيف كيدرس لينا الدور ديال المحتوى في كل ماده، تيدرس لنا الصعوبات التي تواجه المتعلمين في كل يعني في كل ماده، ثم كذلك كيدرس اتيد دي كيستيون بوزي بار لونسينيومون اي لابرونتيساج، يعني الاستاذ فاش يقري كيطرحوا عليه واحد الاشكاليات، تيطرحوا عليه واحد الاسئله مثلا، يا اما في مواجهه كيفيه تدريس واحد الوثيقه، ولا كيفيه انجاز وضعيه ديداكتيكيه لواحد المفهوم معين، او كيفاش يبلغ واحد. اذا الاستاذ كيطرح التساؤلات. كذلك التلميذ هو الاخر يطرح تساؤلات، مفهوم؟ بعض الاحيان تيطرح تلميذ اسئله تفوق قدره الاستاذ، ها سي خص يعني انسان يكون هذا الشيء، راه ماشي بلا ما يجي شي واحد يقول لي لا، والاستاذ خصو يكون عارف. الاستاذ ليس هو رب المعرفه، التلميذ كيقرا، الاستاذ قد يكون رب المعرفه في 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 مجال في التخصص ديالو، ولكن يمكن واحد الاستاذ واحد التلميذ المستوى ديالو يعني كيف ما تنقولوا حنا مجهد شويه، كيقرا يدخل عند مول الفيزيك، ويدخل عند مول التربيه الاسلاميه، ويدخل عند مول العربيه، ويدخل. اذا فاش كيجي عندك الماده ديالك انت، كيجي عنده واحد الشحنه، عنده واحد الحموله، مفهوم؟ ويلا يلاقى المفاهيم ديال من هنا مع من هنا، دونك كيطرح واحد الاسئله قد تفوق قدرة الأستاذ، قول قد تفوق التحليل الذي يتميز به أستاذ معين، وبالتالي هنا الأستاذ لا يجب أن ينزلق في أي نقاش. وهنا لا بد من نهضروا على يعني لي كيستيون بوزي باغ لونسينيوم اللي كيطرحهم العمليه التعليميه التعلميه، و باغ لونسينيون اللي كيطرحهم كذلك المدرس، و باغ لابرونتيساج كذلك لي زابرونون دون زين ديسيبلين سكولير. في واحد اولى ديداكتيك مثلا غيقدر يدرس لنا الاسئله اللي كطرحهم واحد المشاكل ديال واحد الماده معينه. اذا الديداكتيك يدرس كيف يؤدي كل محتوى دراسي في ماده معينه دوره، يدرس كذلك الصعوبات التي تواجه المتعلمين اثناء عمليه التعلم، ثم يدرس صعوبات تدريس الماده او لا الاسئله التي يطرحها تدريس ماده. مثلا أساتذة الفلسفة مثلا كل واحد كيقرر بالطريقة التي يراها مناسبة، علاش؟ لأن أستاذ الفلسفة فاش كتمشي تناقش معاه عنده واحد الدماغ تبارك الله متفتح، غتناقش معاه وعنده واحد يعني عنده بزاف المنهجيات ديال التفكير، بزاف الطرق باش ممكن انه يدافع يقبل يرفض الى اخره، دونك هنا كاين واحد النقاش. وبالتالي حتى فاش غيجي عنده المفتش، المفتش كيقلب على هذه النقطة، على الأستاذ واش كيقدر يناقش، واش غيقدر يدافع على الأفكار ديالو، واش غيقدر يدافع على الطرق ديالو في التدريس إلى آخره. وبالتالي هنايا هذه المادة نقدر نقول أنا بأن هي أكثر يعني الديداكتيك ديالها أكثر مادة فيها المشاكل، وفي الديداكتيك هي مادة الفلسفة. هنا طرحنا ثلاثة المحاور اللي كيبحث فيها الديداكتيك، مفهوم؟ دابا غادي نزيدو شوية نفصلو المحور الأول، تبع معايا. قلنا إيتيد هذاك المحور الأول كيدرس لنا كومون غوندغ أن أوبجي دو سافواغ ترونسميسيبل أون بخي دي زابخانا، يعني شنو؟ واحد الهدف تعلمي كيفاش نرجعوه قابل للنقل، كيفاش نرجعوه قابل لماذا؟ قابل للنقل، يعني عند من؟ عند لابخونو، يعني شنو هي الطريقه. مثلا عندي واحد عندي مثلا الارض تدور حول نفسها مثلا، هذا مفهوم، هذا واحد لو سافوار، هدف معرفي مثلا. كيفاش
رجع هاد المعرفة، رجعها قابلة للتعلم من عند المتعلم. وبالتالي هنا كنهضروا على لا ترونسبوزيسيون، كنهضروا على النقل الديداكتيك. وكيف ما تتعرفوا ان النقل الديداكتيكي فيه انترن و اكسترن، الوغ هذا من جهة. يدرس كذلك الديداكتيك لا جيستيون دو لا رونكونتر دي بيرسون اي دو سافوار. هنا التلميذ فاش كيتعلم واحد المعرفة جديدة كيبقى في صراع مع تلك المعرفة، وبالتالي هذا الصراع هذا يجب تدبيره من طرف من؟ من طرف المدرس. لأن فاش كتعطيه التمارين حول مفهوم معين وكتطلب منه ينجزه، قد يرتكب بعض الأخطاء، قد لا يرتكبها. يا إما دونك هنا بناء على التمثلات ديالو، بناء على الأفكار ديالو، بناء على كيفية تعامل المتعلم مع المفهوم الجديد. وبالتالي هنايا الأستاذ يتحكم في الاتصال الأولي بين بين التلميذ والمعرفة. هذه طريقة التحكم ديالو كتخصها تكون وفق تقنيات، وفق منهجيات إلى آخره. لورغانيزاسيون دي زينيتي كونيتيف. هنا مثلا فاش كنجيو البرنامج ديال الجيت مشترك علمي السنة الأولى ثانوي تأهيلي، جدع مشترك علمي، كنلقاو الوليدات كيقراو جوج الوحدات، واحدة الأولى في الدورة الأولى وواحدة الأولى. الوحدة الأولى شنو سماوها؟ يونيتي ديال ليكولوجي، كيدرس فيها ليكولوجي. فاش كندخلو هاد ليكولوجي كنلقاو فيها لا سورتي ايكولوجي، كنلقاو فيها لي فاكتور اضافي كي لو انفلونس سيغ لا ريبارتيسيون دي زيتر فيفون، لي فاكتور كليماتيك كذلك والتاثير ديالهم على توزيع الكائنات الحيه، لي غولاسيون تروفيك كنلقاو فيهم لي زيكيليبر ناتوريل. الوغ هادو كاملين كاملين يعني خمسه د لي شابيتر منتظمين في اونيتي وحده. ويلا جينا نقراو نفصلو في هاد الخمسه د لي شابيتر، راه كلهم كيصبوا في نفس الحاجه، في نفس الموضوع، في نفس الاونيتي اللي هي ليكولوجي. وبالتالي شنو داروا لي داكتيسيان ديالنا؟ حاولوا يوزعوا لنا المفاهيم على واحد الوحده، او لا يجمعوا لنا واحد المجموعه من المفاهيم تنتمي. وبالتالي هنا التلميذ كيبدا يدير واحد لاكارت كونسيبتيال، واحد الخريطه مفاهيميه. كتولي عنده ليكولوجي مرتبطه بلا سورتي ايكولوجيك، مرتبطه بلا تكنيك دو كادغيلاج، مرتبطه يعني ب ب ب ب بلي فاكتور اضافيك مرتبطين، يعني ولي فاكتور اضافيك مرتبطين ب ب ب ب سكون لابيل يعني لي بروبريتي فيزيك وشيميك ديال لو سول، التاثير ديال الكائنات الحيه على توزيع على التربه، وتاثير التربه على توزيع الكائنات الحيه، كذلك تاثير العوامل المناخيه، لا بريسيون، لا تمبيراتور، ليميديتي الى اخره، لي بريسيبيتاسيون. دونك هنايا كتولي توت عنده توتين كارت كونسيبتيال ولكن مجموعه في انيتي وحده. فاش غنمشيو مثلا الخبر الوراثي عنده كارت كونسيبتيال بوحده، ويقدروا يتقاطعوا بيناتهم الى اخره. دونك هنا كاين بزاف د الحوايج اللي اش كيديروا هاد الناس هادو، شنو هما الذي يعني الناس ديال الديسيبلين، يعني الناس اللي كيصايبوا المنهاج ديال واحد الماده، فكيصايبوا الوحدات المعرفيه، الوحدات المعرفيه لان كيبحثوا فيها وكيقلبوا كيفاش تبنى المعرفه وكيفاش تتقاطع العناصر المعرفيه فيما بينها على مستوى الذهن ديال المتعلم. كذلك اجونسمون دي ريسورس ديداكتيك دون لو بيت دوبتيميزي لي زابرونتيساج، يعني كيقترحوا واحد الوسائل ديداكتيكيه. وهادشي كامل مثلا مجموع كاين في الكتاب الابيض في جميع الاجزاء ديالو، كل فقره من درس تلقاها في الكتاب الابيض هاضرين عليها، وشنو كدير وشنو كدير. من بعد من الكتاب الابيض تخرج التوجيهات الرسميه اللي خدات وقت طويل باش ينجزوها الى اخره. هادشي بالنسبه للمحور الاول والحوايج اللي غنصرفوا منها المحور الاول، مفهوم؟ اذا بحال نقولوا المحور الاول هو حاجه واحده، يعني كيفاش يتعلم المتعلم او كيفاش تبنى المعرفه على المتعلم، غنصرفوها عن طريق هذه الاشياء اللي شفنا، يعني تنظيم الوحدات المعرفيه، تقديم وسائل ديداكتيكيه، تدبير المعرفه او تدبير اللقاء الاول او لا يعني البريمي كونتاكت اونتر لابرونون اي لو سافوار انسي دو سويت. كاين كذلك قلنا الديداكتيك يهتم في المحور الثاني باش بتحليل الصعوبات التي تواجه المتعلمين. وهنا لابد من ان نتكلم على تحليل التمثلات، لان الكارثه العظمى عند المتعلمين هي انه تجيب واحد التمثلات
ويأخذها على أنها معرفة مطلقة، وبالتالي يصعب تفكيك تلك التمثلات أو الحمول اللي جاي بها وتكييفها مع يعني مفاهيم إلى آخر جديد. إذا هنا فهاد التمثلات كترتبط بلي ديفيكولتي، هاد التمثلات هما لي غوبريزونطاسيون. كنقول له خليه كيصورها في دماغه، تلميذ مثلا في الجبل مع عمره وصل البحر، البحر كيقدر يتخيلوا بيسين، كيقدر يتخيلوا شي بانيو ديال الماء، كيقدر يتخيلوا شي حاجه في دماغه. مفهوم؟ هادو سو سون دي غوبريزونطاسيون الوغ كو او بيان كو سو فون لي زابرونون دو ديفيرون ديسيبلين سكولير. يعني تلميذ كل حاجه تيدير ليها واحد التصور في دماغه، هذاك التصور هو الكونسيبت، يعني هو الغوبريزونطاسيون، يعني واحد التمثل في دماغه. فبالتالي هذيك الطريقه كيفاش صور المفهوم بدماغه قد تحول دون تعلمه لاشياء جديده. انا دراري كبار دابا كتكون كتناقش معاه وكيقول لك لا هادي راه هكا دايره، لا والله ما تمكن، كيبقى يحلف، كيبقى ولكن دماغه لا يتسع لوجود افكار اكثر اتساعا واكثر تطورا واكثر، عقله حابس في واحد المستوى. مفهوم؟ وبالتالي هادو سو سون دي غوبريزونطاسيون اللي تقدروا تطوروا. علاش مثلا كتشوف مثلا داك الاستاذ اللي كيكون خدام وخدام وخدام، فاش كيشوف الناس كيتناقشوا تيبقى هو مريح وتيشوف، علاش؟ ما يدخلش معاهم في النقاش، علاش؟ لان عارف هادوك الناس كل واحد كينطلق من التمثلات ديالو، وهذوك التمثلات هي متباعده فيما بينهم، كل واحد فين كبر، كل واحد فين هذوك التمثلات، كل واحد فين يعني التصورات ديالو كيفاش مصايبه في دماغه. فاحيانا يصعب ان ان ان, أن تتواصل مع اناس يعني عندهم واحد فكر معين، وهي ماشي فكر وانما واحد التصورات، افكار خداوها بواحد الطريقه مطلقه ما يمكنش لك تحيدها من دماغك. الوغ ديداكتيك، هنا دابا مثلا حنا مازال مادام حنا في التعلم، فالديداكتيك كيهتم كيف نحلل تلك التمثلات اللي كتكون عند المتعلم واللي دارها انطلاقا من واحد المعرفه مدرسيه الى اخره. ثم قلنا ديداكتيك ايتيد دي كيستيون بوزي par l'enseignement et l'apprentissage. الوغ واحد الاسئله كطرحهم العمليه التعليميه التعلميه في كل يعني ماده. ف ديداكتيك كيهضر على لا بلانيفيكاسيون دو لاكتيفيتي دو لونسينيمون اي دو لابرونون، يعني كيخص ضروري باش ما يكونش العبث يكون واحد العمليه التخطيط ديال انشطه المتعلم وانشطه المدرس. شكون هادشي غيديروا؟ دونك كيديروا المدرس، مفهوم؟ كيديروا لونسينيون. كي كذلك كيدير ايتيد دي زيتاب دو لابرونتيساج، هنا المراحل ديال 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 التعلم، يا اما المراحل في النهج، في النهوج التعلميه او التعليميه، يا اما المفاهيم كيفاش غادي نمشي معاه. مثلا في الاول غندرسو كيف، دونك هنا خص يكون واحد، مثلا كنقصدو هنا لي زيتاب كنقصدو بهم التدرج في بناء المفهوم. ثم كذلك ليتيد دي كونديسيون دابرونتيساج دون لو ريسبي دو لا سبيسيفيتي دي ديسيبلين، بحال مثلا لي كونديسيون. دونك ديداكتيك كيهضر على دراسه ظروف التعليم، ظروف التعليم او ظروف التعلم، يعني كيفاش غادي تعلم وشنو هما الكونديسيون. مثلا الحصه ديال التربيه البدنيه ما غاديش نقراوها في القسم، خاص يكونوا الوليدات اونتوني وكيكونوا يعني في الساحه ديال المؤسسه والى اخره. حصة علوم حصة مثلا الاعلاميات ما يمكنش نقراوها في قاعة عادية ما فيهاش لبستيات. حصة علوم الحياة والارض ما يمكنش نقراوها في غياب الوسائل ديال علوم الحياة والارض. حصة الجغرافيا والتاريخ الى اخره ما يمكنش نقراوها بلا خرائط بلا 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 الى اخره. وبالتالي هنايا كندرسوا لي كونديسيون دابرونتيساج دون لو ريسبي دو لا سبيسيفيتي ديال لا ديسيبلين. الاجتماعيات غنقراوها بالاجتماعيات، عربيه غنقراوها بلا الى اخره. لا ميز اون ايفيدونس دو رول دو لونسينيومون كوم ميدياتور. ميدياتور هو وسيط او لا وسيط، يعني يصل بين اونتخ لابخونو اي لو سافوار. اذا هنا الديداكتيك كيدرس حتى العلاقه بين المدرس
العلاقة بين المدرس والتلميذ والمعرفة، وبالتالي هنايا كيدرس كذلك الدور ديال الأستاذ كوسيط بين المتعلم والمعرفة. إذن هادشي اللي كنا تنهضروا فيه كامل يمكن تلخيصه على النحو التالي: كاين لو تريونغل ديداكتيك، فيه لو سافوار. شنو كنقصدو بلو سافوار؟ هو لو كونتوني دو لا فورماسيون، هو المحتوى ديال التكوين. دونك هنا البول الاول عندي فيه لو سافوار، المعرفه، وفي لاباس كاين عندنا لونسينيون و لابرونون. اذا هادو كنسميهم حنايا يعني عناصر بشريه في مواجهه ماذا؟ في مواجهه المعرفه، مفهوم؟ ف كاين عندي ثلاثه العلاقات الاساسيه: العلاقه بين المدرس، العلاقه بين المدرس والمعرفه، العلاقه بين المدرس والمعرفه. دونك كنسميوها لاكس ايبيستيمولوجيك، لاكس ايبيستيمولوجيك، المحور الايبيستيمولوجي. شنو كنشوفوا في هذا المحور الايبيستيمولوجي؟ كنشوفوا لا ترانسبوزيسيون ديداكتيك، اول حاجه النقل الديداكتيكي، لان هاد المعرفه الاستاذ ما خصوش يمشي يخلي المتعلم في مواجهه المعرفه، ولكن الاستاذ كيفرانشيزي بيناتهم باش كيدير بعدا واحد لا ترانسبوزيسيون، واحد النقل ديال هذيك المعرفه العالمه، يعني المعرفه اللي انتج العالم غادي يرجعها الاستاذ قابله للتعلم. كذلك الناس ديال الديداكتيك غاديروا لا ترانسبوزيسيون اكسترن، والاستاذ غيدير لا ترانسبوزيسيون انترن باش يرجعوا هذيك المعرفه قابلتها. ثم لي كونسيبت انتغراتور او بيان اوبيراتوار اولا اي اوبيراتوار، كاين مفاهيم مدمجه ومفاهيم يعني الا بغينا نقولوا عمليه. فمفاهيم المدمجه يجب مراعاة هذه العملية ديال تدريس المفاهيم المدمجة، بحال مثلا عندما ندرس عمليات مثلا التواصل العصبي، يعني كاينه رسالة وكاينه واحد القناة. هذا المفهوم ديال التواصل كيكون التلميذ درسو مثلا في اللغة العربية، درسو مثلا في اللغة الفرنسية، درسوا في مجموعة، وبالتالي هنا هذا المفهوم ديال التواصل ما كيبقاش مرتبط فقط بمادة علوم الحياة والأرض، ولكن هناك تواصل عصبي، تواصل هرموني، تواصل لغوي، تواصل يعني كيولي عنده التواصل. هذا المفهوم ديال التواصل انتغراتور، يعني قابل للإدماج في مجموعة من المفاهيم الأخرى. كذلك دونك حنا دابا دائما كنهضروا على العلاقة بين المدرس والمعرفة، والمعرفة وي الوغ كيدخل في هاد الترونسبوزيسيون ديداكتيك، الكونسيبت انتيغراتور اي انتيغراتوري اي اوبيراتوار. ثم كيدخل لو نيفو دو فورميلاسيون دي كونسيبت، يعني شنو نيفو دو فورميلاسيون دو كونسيبت؟ يعني مستوى صياغة المفهوم، مستوى صياغة المفهوم. بحال مثلا شي دري تنجي انا للثانية بكالوريا غندير لهم التقويم التشخيصي، كنقول لهم ما هو التنفس، كينقز واحد كيقول لي شهيق زفير. بمعنى شنو؟ بمعنى هاد التلميذ اللي قال لك شهيق زفير، العقل ديالو باقي عاقل على التنفس اللي قراه واللي ترسخ في الذهن ديالو في المستوى الابتدائي، ونقز على التبادلات الغازيه اللي قراوها في الثالثه اعدادي، واللي غتخلي تطور يعني تخلي المفهوم ديال التنفس يتطور من الابتدائي للاعدادي باش ما يقولش هذاك الجواب في الثانوي. اذا هنا مستوى صياغه المفهوم عند المتعلم، مفهوم يعني لي ريبريزونطاسيون واش اجور ولا مازال معطين. ثم كذلك لي نوفو دو فورماسيون دو كونسيبت، يعني حتى الاستاذ ملي غيمشي مثلا يدرس التنفس راه ما خصوش عند الابتدائي، راه ما خصوش يمشي في واحد التفاصيل ديال هذا الغاز يتكون ويتم تبادله على مستوى الاسناخ الرئويه، لا، الوليدات باقيين صغار في الابتدائي ما يقدرش يعرف لك الاسناخ الرئويه وهادشي والرئه الفرق بيناتها وبين القلب، لا. دونك يقدر يفرق، ممكن يفرق ما بين لي زورغان، لا وي، ولكن ماشي حتى لهذا المستوى ديال يقول لك ان التنفس يقع على ولا يحدث على مستوى الى اخره، يفرق ما لا. دونك هنا لو نيفو دو فورميلاسيون دو كونسيبت، يعني الاستاذ خص يشوف مثلا غندرس مفهوم التنفس شنو هما الحدود تدريس المفهوم عند الابتدائي، حدود تدريس المفهوم عند الاعدادي، وحدود. دونك هنا هاد الحدود فين غيلقاها؟ غيلقاها في الديداكتيك. كاين كذلك سكون نابيل لي تخام
وبين لي كارت كونسيبتيال، وهي اللي هضرنا عليها قبيله فاش كنا كنشرحوا يعني سميتو الاناليز دي ريبريزونطاسيون. راه التلميذ فاش كيجي راه ماشي كيجي كيف ما تنقولوا حنايا صفحه بيضاء للقسم، جايب معاه واحد الافكار يا اما من الزنقه بخصوص المفهوم، بخصوص واحد الدرس اللي غنقراه، جاي معاه افكار يا اما من عند والديه، يا اما افكار اللي عاقل عليها من القرايه، يا اما هنا، وبالتالي عنده واحد الخريطه معرفيه، عنده واحد الخريطه ذهنيه، مفهوم؟ عنده واحد التصور ذهني او واحد التصورات ذهنيه مفاهيميه. شنو كنقول مفاهيميه؟ يعني مفهوم مرتبط بمفهوم مرتبط، دونك كاين عنده واحد الشبكه مفاهيميه، مفهوم مرتبط بمفهوم وعنده امثله عليه والى اخره، صافي. اذا هنا شنو كنقصدوا؟ كنقصدوا بلي ترام كونسيبتوييل يعني تفرع انطلاقا من، بحال مثلا فاش كنقول لك الديداكتيك، دونك فوالا ها هو المفهوم الرئيسي هو الديداكتيك، ولكن شنو كدير انت؟ كتقول لي راه كاين لابخونو تريونجل ديداكتيك مثلا، راه كاين عندنا سكون نابيل تريونجل ديداكتيك، وكاين فيه لابخونو لو سافوار ولونسينيون، وكاين علاقه ما بين لونسينيون ولو سافوار، وعلاقه ما بين لو سافوار ولابخونو، علاقه ما بين هادي، وهاد العلاقه ما بين هادي وهادي شنو تنسميوها وشنو كندرسو فيها. اذا هادشي شنو؟ هادو ستين كارت كونسيبتيال حنا درناها مثلا بالنسبه لكم نتوما كتوجدوا المباراه، درنا لكم في هاد السياق. التلميذ مثلا في درس التنفس عنده مرتبطه بشكل، في الدرس ديال مثلا العضلات عنده في شكل، في الدرس ديال السكريات او في التغذيه عنده في شكل، في الهضم عنده في شكل، في الوزن مثلا عنده في شكل الى اخره. دونك هنا كاين مجموعه من كذلك ليتود دو كوريكولوم او لا دراسات يعني التوجيهات، التوجيهات ديال سميت. دونك هنا مثلا في الدوله ولا الدوله يعني المتقدمه ولا اللي عندها واحد التعليم جيد، فبشكل دوري يتم دراسه التوجيهات. كيف ما سبق قلت لكم في الاخر، قلت لكم بانه راه الامتحانات الوطنيه عندنا والامتحانات الاشهاديه يقتصرون فقط على 56% ولا 70% ولا هذا اللي نجحوا علميين، والاخرين منهم اناث منهم ذكور. راه كاين ما هو اسمى من ذلك. شنو هو اللي اسمى من ذلك؟ هو اننا نمشي نقلب على هذوك الناس اللي ما نجحوش، شحال من سنه ديال التكرار، واش المره كيكرر، وشنو هي المسائل او الاسئله اللي ما استطعش يجاوب عليها، وشنو الصعوبات اللي واجهها في الاسئله اللي ما استطعش يجاوب عليها، وشنو. اذا انا شنو كندير هنا؟ راه بطريقه غير مباشره كندرس هذيك التوجيهات، كندرس المشاكل اللي عند، لانه كما تنقولوا احنا ما كاينش دخان بلا عافيه. الا شعل واحد، الا كاين واحد الدخان راه كاينه واحد العافيه، الا شي واحد سقط راه كاين واحد السبب على السقط. للاسف حنا ما كيهتموش عندنا بهذا الشيء هذا. الوغ هضرنا دابا على شنو الحوايج اللي مرتبطه ب يعني المفاهيم اللي مرتبطه او اللي كنسقطوها على لاكس ايبيستيمولوجيك. دونك فيما تشوف الديداكتيك فيه 3 زليمون ديال 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 الترينغول ديداكتيك، هو لونسينيون و لو سافوار، لابرونون اي لو سافوار، و لابرونون اي لونسينيون. هنا هاد المفاهيم اللي هضرنا عليها هنايا وهادو، دونك ترانسبوزيسيون ديداكتيك، كونسيبت انتيغراتور، نيفو دو فورمولاسيون دو كونسيبت، لي ترام اي كارت كونسيبتيال، و خامسا يعني ليتود. هادو كاملين، هاد المفاهيم كاملين مرتبطين باش بفقط العلاقه بين المدرس والمعرفه، يعني ليلابوغاسيون ديداكتيك، يعني كيفاش الاستاذ غيصيب واحد لا سيتوياسيون ديداكتيك، كيفاش يوجدها، كيفاش يعني يعطي لي سيتوياسيون ديداكتيك اللي مناسبين لمستوى المتعلم، كيفاش يعني يستعمل التوجيهات باش الى اخره. هادو كنسميوه لاكس ايبيستيمولوجيك اللي كيدرسنا العلاقه بين المدرس والمعرفه. كاين دوطخ اكس واللي هما لو سافوار لابرونون، وكاين كذلك لاكس ما بين لونسينيون اي لابرونون. اللي غنشوفو دابا هو لاكس اللي كنسميوه لاكس بسيكولوجي كونيتيف، لاكس ديال لابسيكولوجي كونيتيف، مفهوم؟ شنو هاد لابسيكولوجي كونيتيف؟ يعني العلاقه بين المتعلم والمعرفه،
مفهوم؟ حنا قبيله قلنا بان المدرس الفرونتيج الفرونشيس هاد 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 لا هاد لا غولاسيون كيدخل فيها هذوك لي تكنيك ديالو، المهارات ديالو، الدروس ديالو الى اخره. دابا ما بين لابرون ولو سافوار كاين واحد المحور كيتسمى لاكس بسيكولوجيك كونيتيف، كيتجلى في ثلاثه د الحوايج. اولا لي ريبريزونطاسيون اي لي كونسيبسيون، يعني كيفاش كي مثلا الاستاذ فاش كيدير النيفو دو فورميلاسيون ديال واحد الكونسيبت، كيفاش المتدرس او المدرس عفوا يعني المتعلم عفوا كيستقبل هذوك الافكار وكيصايب هذاك الكونسيبت في دماغه، كيصايب الفكره في دماغه. ثم لي استراتيجي اي لي ستيل دابرونتيساج، وهنا كنجاوبوا على واحد السؤال ديال كيف يتعلم المتعلم. هذه تحويج هذه كذلك حوايج اللي كيدرسها الديداكتيك، كيف يتعلم يعني استراتيجيه التعلم، ايقاعات ديال التعلم، البيئه ديال التعلم، الظروف ديال التعلم الى اخره. ثم لي زوبستاكل ابيستيمولوجيك، العوائق الابيستيمولوجيه، وهنا غادي نديرو فيديو اخر ان شاء الله على لي زوبستاكل العوائق وندرسوهم مزيان. اذا في الاول فاش طرحنا العلاقه بين المدرس والمعرفه، فطرحنا سكون لابيل ترانسبوزيسيون ديداكتيك اللي قلنا فيه انترن اكسترن، شرحنا الكونسيبت انتغراتور يعني المفهوم المدمج او الادماجي اللي غيتم نيفو دو. دونك هنا في لما كنهضروا على شي وحده في هادو كتحيل لنا على لي ريبريزونطاسيون لي كونسيبسيون استراتيجي دابرونتيساج. اذا هنا مثلا هاد لي كارت كونسيبتيال راه عندهم علاقه مباشره بلي بريزونطاسيون لي كونسيبسيون، مفهوم؟ مثلا واحد المفهوم اكس مرتبط بعده مفاهيم اخرى، يقدر يكون التلميذ تعلم في واحد السياق معين، في واحد الظروف معينه، في واحد العائق معين، بسبب واحد العائق معين غيجيب واحد المفهوم اللي ما عنده حتى علاقه بهذا المفهوم اكس ويدمجه معاه في لاكارت كونسيبتيال ديالو، بالتالي هنا كيولي عنده مشكل، مفهوم؟ كنوليو دوفون ان اوبستاكل. دونك هادشي عنده علاقه كذلك بلي ستيل دابرونتيساج الى اخره. كيفاش كيتعلم، شنو الظروف اللي كيتعلم فيها، شنو الى اخره. انا مثلا غير فاش كتمشي التلميذ كيكون عادي وحدين كيجي كيجلس كيجبد الادوات ديالو، يجبد ستيلو، يجبد مسطره، يجبد كل شيء، كاتب الدروس، ملصق الوثائق وحط هذاك الشيء قدامك وكيتسنى انت تبدا. وكاين واحد اصلا جاي معطل، غيدخل القسم معطل، فو جي معاه واحد المشاكل من برا القسم عادي يفكهم في القسم. كاين اللي تيجي ما جيبش هو اصلا الدفتر، كاين اللي تيجي ونسى الدفتر، كاين اللي تيجي وما عندوش اصلا الدفتر، كاين اللي تيجي ما عندوش عنده الدفتر، ما عندوش الوثائق، كاين مجموعه من المسائل هنا مرتبطه يعني في علاقه التلميذ بالمعرفه. ونعطيكم حاجه اخرى واللي اكثر تدقيقا، شتي كاين شي تلاميذ مشاهدين واعرين عند المادة إكس كتلقاه داخل يجي بكري، يحترم أستاذ، يجي في التوقيت، كتب الدروس، مسوق الدفتر إلى آخره، وفي مادة أخرى وما عندوش الدفتر ديالها وما كيدخلش أصلا عند هذاك الأستاذ. إذا هنا كنهضرو على إيش؟ على علاقة الأستاذ بايش؟ بالمتعلم. وهنا ما كنمشيوش ما كنبقاوش في العلاقة ديال الأستاذ بالمعرفة، يقدر يكون عند كنمشيو لمستوى اخر اللي هو علاقه المتعلم بالمعرفه. وبالتالي هنا فاش كنقولوا علاقه عفوا المتعلم بـ 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 بالمدرس، كنبداو نهضروا على لو كونترا ديداكتيك. شنو هو الكونترا ديداكتيك؟ هو العقد الديداكتيكي، كاين فيه ما هو صريح وكاين فيه ما هو ضمني. بحالاش ضمني؟ بحال مثلا التلميذ كيجي للقسم جاي باش يتعلم باش يقرا، والاستاذ جاي باش يقري. دونك هادي سيت كونترا ديداكتيك، ماشي كنديروها في الاول كنتعاقدوا عليها، انت راه جاي تقري وانا جاي كدا وهادي وغتسني انت وباه شي ورقه ولا انت، لا هادشي ضمني يعني كاين في المساطير، في القوانين، في الجريده الرسميه مثلا في المغرب الى اخره. ولكن كاين اللي هذا ضمني وكاين الصريح. الصريح هو مثلا فاش كان في الاول العام كنقولوا اسيدي غتجيو في الوقت غير بمده فتره الى اخره، مجموعه من اللي كيتسمى الكونترا ديداكتيك. عاد كن ها الحقوق ديالكم، ها الواجبات ديالكم الى اخره، ها الفروض، ها كيفاش غادي نديروا، ها الوثائق الى اخره، هذا كيتسمى كونترا ديداكتيك. كاين كذلك لي استراتيجي دونسينيومون،
استراتيجية التدريس، استراتيجية يعني الطريقة اللي كيستعملها فاش باش يدرس. كاين كذلك سكون نابيل لو كونفلي سوسيو كونيتيف، يعني الصراع السوسيو معرفي، يعني المعرفة تتصارع بين المتعلم والمدرس وبقية الزملاء ديال المتعلم. كاين كذلك لو موديل ديداكتيك دونسينيمون ابرونتيساج، كاين واحد النماذج ديداكتيكية في العملية التعليمية التعلمية. كاين كذلك لي كونسيبت ديداكتيك، مفاهيم ديداكتيكية، لا ميزون نوف، ليفالياسيون، لي سيتياسيون بروبليم، سيتياسيون ديداكتيك إلى آخره. دونك هنايا لاكس ثلاثة فيه يعني كذلك بزاف الحوايج، وهنا راه في هاد لاكس هذا اللي كتشوفوا هادشي اللي قدامكم راه فيه التعليم كامل. بمعنى أي فشل، أي نجاح، أي مشكل داخل المؤسسة غتلقاه داخل، يعني داخل الفصل عفوا، غادي تلقاه هنا في هذا المثلث، وضروري ما يتصنف في هاد ثلاثه المجالات. حتى الوغ حد لهنا كيسالي هاد الفيديو. الفيديو الجاي ان شاء الله غتكون العلاقه او لا يعني لوبجيكتيف اوبستاكل. نهايه الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.